السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن نوع من أنواع السورتنج ألجوريثم اسمه الهيب سورتنج. قبل ما نتكلم عليه محتاجين الأول نفهم يعني إيه هيب أساسا. الموضوع ده ليه علاقة بالداتا ستراكشر، فأنا مش المفروض أشرحه هنا، بس عشان إن كيس اللي أنت مش عارف يعني إيه هيب، أنا هتكلم الحاجات يعني هتكلم بصفة عامة عن الحاجات اللي أنا محتاجها عشان تفهم الهيب سورتنج ألجوريثم. يعني في الجزء يعني في الجزء ده من الفيديو هتكلم على كده، والجزء التاني إن شاء الله هنتكلم إزاي نعمل سورتنج. طيب انا محتاج عمليات معينه في الهيب اللي هو الانسيرت والريموف، اعرف ازاي بانسيرت جوه الهيب، وبعرف ازاي اريموف من الهيب، واعرف الهيب نفسها دي يعني ايه. طيب ايه الهيب؟ الهيب هي مجرد تري زي ما احنا شايفين كده، باينري تري، يعني كل نود ليها 2 تشيلدرن بس، يعني زي ما انت 3 ليها 4 و7 بس، 4 ليها 21 و10 بس. مش بس كده، لا هي كومبليت. كومبليت يعني ايه؟ يعني مفيش اماكن فاضيه جوه التري نفسها، الاماكن الفاضيه بس الموجوده موجوده هنا اخر مكان فيها، اخر الاماكن على اليمين. الشمال ما بيبقاش فاضي، دايما اخر الاماكن على اليمين فاضي، هو بيكون الاماكن دي الاماكن الفاضيه اللي في الهيب. طيب الهيب بعمل لها امبلمنتيشن بسهوله قوي بالاراي. هنفهم ازاي برضو يعني ايه اعمل لها امبلمنتيشن بالاراي. بمنتهى البساطه ببتدي من اندكس واحد، الاندكس من واحد بحط فيه الروت، تمام؟ وازاي اوصل بقى للتشيلدرن بتوع الروت او بتوع اي نود اللي هي بيرنت؟ مجرد بضرب في اتنين. يعني انا لو عايز ده نمره واحد في اندكس نمره واحد، عايز اوصل لاول تشايلد للنود ده بضرب في اتنين، يبقى انا عندك اندكس نمره واحد اضربه في اتنين بوصل للاندكس نمره اتنين، فعلا ده اول تشايلد اول تشايلد. طب لو عايز اوصل للتشايلد التاني هضرب برضو الاندكس بتاع البيرنت هضربه في اتنين واجمع عليه واحد، يبقى انا فعلا لو ضربته في اتنين حاجه هنا واجمع عليه واحد حاجه هنا يبقى ده في تلاته، يبقى ده واحد اتنين تلاته وهكذا. يعني مثلا لو خدنا اتنين كاكزامبل، اتنين الاندكس بتاعها اربعه، يعني قصدي كاكزامبل الاندكس بتاعها اتنين هضربها في اتنين هيبقى الاندكس كام؟ اربعه، صح؟ يبقى واحد اتنين تلاته اربعه، فعلا ده اول تشايلد. طب تاني تشايلد اضرب الاندكس بتاع الاربعه اللي هو اتنين في اتنين واجمع عليه واحد، يبقى فعلا اربعه في اتنين اتنين في اتنين باربعة واجمع عليهم واحد يبقى خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، فعلا ده التشايلد التاني وهكذا. طيب ازاي اعمل انسيرشن جوه الهيب؟ دي بطريقة بسيطة جدا. انا مدام هحط بحط في اول مكان فاضي جوه الهيب اللي هو هنا، تمام؟ طيب الهيب من الكاركترستكس بتاعتها اللي دايما دايما لو هي مينيمم هيب دايما الروت بيكون اصغر قيمة في الهيب كلها، واي بيرنت يعني السبعه مثلا بيكون اصغر من التو روتس بتاعت بتوعهم. يعني السبعه اصغر من 20 فعلا، اصغر من 8، الاربعه اصغر من 21، اصغر من 10، طب ال10 اصغر من 13، اصغر من 19، تمام؟ يبقى دايما البيرنت اصغر من التشيلدرن. خلاص يبقى انا هحط هنا الرقم اللي انا هحطه. طب انا عايز انسرت 6، هانسرت 6 ازاي؟ انا هبتدي بمنتهى السهوله هحطها هنا، هحط الستة هنا كأني ما اعرفش اي حاجة عن الهيب، هحطها في الاندكس هنا. طيب بعد ما احطها هنا انا عايز ارجع الداتا ستراكشر دي اللي عندي دي ما بقتش هيب كده. طيب تمام، ستة دي هتبقى ال 20 اصغر فعلا اكبر من ستة، فدي ما بقتش هيب خلاص، ما بقتش مينيمم. احنا قلنا البيرنت دايما لازم يكون اصغر من التو تشيلدرن بتوعهم. طيب هعمل ايه؟ هقارن الستة بالبيرنت بتاعتها. قارنت هنا الستة بالبيرنت بتاعتها، طلعت البيرنت أكبر فعملت سوابنج ما بين العشرين والستة، فبقت الستة هي البيرنت والعشرين هي التشيلدرن. مش بس كده، هكمل لفوق برضو، هطلع تاني فوق هقارن بين الستة هي تشايلد السبعة، فهقارن بين الاتنين دول. هقارن تاني هنا، لا السبعة أكبر، لا هعمل سواب زي ما هنا حصل فعلا، هعمل سواب بين الستة والسبعة، بقت الستة هي البيرنت، وهفضل اعمل الكلام ده لغايه اما اوصل الستة بقت تشايلد لبيرنت البيرنت اصغر منها. فعلا هنا الستة اما قارنها مع التلاتة هتلاقي التلاتة اصغر، يبقى خلاص كده انا الانسيرشن الموضوع يعني الاوبريشن اوف انسيرشن از دان، خلاص الموضوع كده كانسيرت خلص، وده كده الانسيرشن بتاع الهيب. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن ريموفينج، ازاي اعمل ريموف من الهيب. بس شكرا.